ايوا حميد، اش غنقول لك، دائما كنجي عندك نقلب على فين كاين فين كاين، جالس في السيزا. كتعرف ان هاد القهوه زوينه زوينه بزاف، واحسن قهوه عندنا في البدر. ايوا ديما تتكلقاك فيها. انت كتشوفي كنمشي للقهوه ياك، حيت كتعجبك القهوه ديالهم، كل استقبال ومتواضعين وزعما كلشي فيها زوين. وي ومولاه الله يعمر ليا الدار من اطيب الاخلاق. عيد حقي والله. المهم اش غنقول لك؟ نعم اش غنقول لك حميد، لقيت في كلشي صافي، كلشي داكشي اللي كنت كنقلب عليه لقيته فيه بكل صراحه. وزتيها ملي هضرت معاك على بنتي وقلتي لي معتبرها بحال بنتي، وكثر كثر زتي عليتي في عينيا بزاف. قلتي قالي زين عاد تجوزي؟ لا 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 ما تقولش هي، تقول لي بابا انا. لا لا بلا ما تحتاج. اكثر من هادشي؟ لا لا بلا ما تحتاج. ايوا حمد اش غنقول لك؟ ما خليتي لي ما نقول لك بكل صراحه. صافي حشمتي. لا حسنا خبر. هادشي هي قال لك اللي دار هذاك بخير. درقي بحيط، هذاك راه مش درقنا بخيط ولا حيط، هذاك راه شوهنا. دابا علاش كتبقاو تفكروا؟ شوه راسك، تفكروا اخي. سي معززين مكرمين في دارك. صافي، قال لك انت شاب، داروا لي حجاب، علاش تبقاو تفكروا بزاف؟ ما داروش لي حجاب، هذاك راه داروا ليه. راه ما نهارش بعد ديك الموسخة وديك الخانزة، ويلي قد بنته، ويلي شوهنا في الدرب وفي العائلة، ما بقيناش كنقدروا نهزوا حتى الراس. مش عارفة مين جابها، لا ما بقاو داويين بزاف. ولكن صراحه هو يا ربي تسمح لي عليها كلمه، حيت مسومه داك الشيء علاش تعاشر. راه ما لقيناش حنا كابابل اللي خلينا وحده بحال هذيك الموسخه دارت بيه. نسى عشره ونسى شحال من عام ونسى ولاد ونسى كل شيء في الاخر، ضرب كل شيء في الزيرو. ايوا خليه دابا فهمت. المهم تتشني صابره عليه، سير المحكمه رفع عليه دعوه وطلق راسك براسك، ما بقاش نحسب عليك راجل. انا كاع ما بقاو يحسبوش عليا اصلا، حتى دابا ما يحسبوش عليا. عايزي راه هانتي اللي باقا كتفكر كاين، باقا معمره راسك بيه. انا الله يسمح لي عليها كلمه بحال ما كاينش، بحال زيد. سي خايبه خالد، راه كنرضاش قدام الناس وقدام العائله. صافي ملي كيسولك شي واحد باك فينا هو، بحال كتقولو كيديروها لك بالعالم شي دلو. جاوبي قول ليه با. مالك هو اللي خرج ومشى بحالاتو، اش غنقول لهم؟ قول لهم صرفي العار. مالك بوجهك احمر. سير هاد الموضوع ديالك ما كيساليش. خوي راسك منه، اللي سولك عليه دوري فيه. دور فيه؟ راه كيقولوا الصح، راه خلانا بحال تسكت حسن. انا غنمشي ندير شي حاجه. ملل. نعم ماما اش غنقول لك ملل؟ بعدا فين غادا؟ شتك لابسه مقاده؟ غادا نقضى واحد الغرض ماما، قولي دغيا راني زربانه. بشويه بشويه ملل، والله ما قدرت، ما عرفتش كيفاش غنبدا لك هذا الموضوع. ماما بداي من الاخر، من الاول، من الوسط، لقينا الفراجه. مانا لبنتي نجيك من الاخر. ماما واحد فكرني مزروبه، باغا فلوس. لا شنو تقدم لي واحد السيد؟ ايوا طالب الحلال. ايه ايوا انا ما بغيت ندير معاه والو. قلت لي شوف الله يخليك، انا عندي بنتي حتى نتشاور معاها. وافقت لي بنتي مرحبا والف مرحبا، ما وافقتش لي بنتي سير الله يسهل عليك. ماما غنقولك واحد جوج كلمات، نمشي ولدتيني وباقا صغير في عمرك 17 عام، وفنيتي شبابك على قبلي باش نكبر ونقرا، وما تجيبيش عليا الراجل باش نحس بشي ناقص. دابا من بغيتي تفرحي براسك وولد الناس عجبك، ما عنديش مشكل، عندي شرط واحد. شنو؟ انه مادام بغيت تكون معانا وغتجيبي وداكشي، غير يكون قد المسؤوليه ويكون ظريف. المهم انا شوفي يا بنتي، هاد الموضوع ناقشتو معاه قبل ما نناقش معاك، وقلت لي قلت لي شوف وبارك عليا حقا والواد هاد احياني عليك. شوف يا بنتي تحبك على حجره. بيناتنا بيناتنا. ولكن يا بنتي شتي كون ما عطيتينيش الموافقه والله ما ندخل عليك شي واحد. ماما راك عرفتي يا بنتي انايا كنحترمك ما واخا. انا غادي مزروبه دابا، الله يكمل عليك بالخير. فرحتك انت هي فرحتي انا. يلا حتى العشيه. ايوا تعالي عند بوسك بعدا. وصافي يا ماما صافي. بغيت نسولك فاطمه زهرة. نعم. توحشتيني بزاف صراحه. انا شوحش، ولكن بغيت نسولك واحد الحاجه اخرى. اشنا هي؟ ماشي النهار ديال الاسئله اليوم. ما خفتيش بابا كيشوفك وحسلك واقفه معايا؟ بابا
اسيدي يلاه جا جوج سنين المراهقه ومشات صاحبك مع شي وحده هو خلينا وزاد خالد اللي غادي نخاف منه مسكين راه في خدمته سي با غاف ماشي مشكل خليته هو مسكين يعيش حياته راه شكون هذا اللي غيعيش حياته على باباك مني جا غيعيش حياته وماما مسكينه ايه سمحي ليا اولا نتوما واقيلا عندكم في برا كلشي عادي كيبان لي انا راك تعرفها في لافونس راه الانسان وقت يكون مزواج عنده صديقه عنده حبيبه ديالو شي راه عادي مي انا تربيت هنا في المغرب واخا كبرت برا الحمد لله عندي التقاليد والثقافه ديال المغرب سمعني نقول لك جوج كلمات انا ما عنديش هاد الثقافه انا كنعرف راجلي بقى عندي بوحديتو اللي يكون عنده انا ما كاينش ثانيه احمد مدير فاطمه الزهراء لا خويا ماشي مطموزين مدام نسيتي بقى راه كنا هو المعقول مدام فاطمه الزهراء انا قصدي شريف وانا هو معك المعقول وانا راه ماشي من النوع ديال بابا انا راه الحمد لله ولد الناس خاص الدار الكبيره ونتمنى يلا خليت لك الراحه باي باي صافي مشيتي باي باي ناري وقرات كعات عليا ملي قلت لها هادشي عادي سي نورمال ايوا بكل صراحة لقيتك حتى انت ولد الناس ومني تجمعنا بعدا بالحلال هذيك هي الدنيا وما فيها باقي صغير ندير الطريق اللي تغضب الله سبحانه وتعالى باين عليك ولد الناس بكل صراحة وكتعامل لي بنتي مزيان واش غنقول لك الله رزقني بكنز وفيش معاك من الوالد بغيتك ما بقيتش تقول لي اعتبرتها هي بنتي انا كلشي كنشوفه بعيني نشت منك غير الخير قولي يا بابا كانني باه بصح وياه حتى هي قالت لي يا ماما با حميد قالت لي زعما حسيته بحال الوالد ديالي بالمعامله ديالو بالحسن المعامله زعما شنت اش نقول لك حميد نعم الله يخليك ليا انت الله يخليكم ليا انت وبنتك صافي صافي طيب الله نطيب لك التكويز ديال اسامه شيبه واخا مسكين الله يجيبنا في الصواب وليده بلاصتك يا بلاصتك شفت فيها من بلاصه لبلاصه حنا كولوندير تبردي ليا مع راسك تبردوا على الصاد كلشي مزيان اللهم لك الحمد وليدي هاني بدا الامور احنا نسولكم نعم وليدي فاطمة الزهراء ما عندها حتى شي حاجه شاد وراه عند الله سبحانه وقاعدنا الله كتبي لي ماشي تلتم وانت راك عارفه عم قادي تباك راه مأزمه وصافي ما راه ما عندها حتى حاجه مي دويش معاه ودويش معاه ودويش معاه ودويش معاه با نسانا محانا اي والله ياخذ صحنا بالقومه الله ياخذ فيه الحق كيما شتتنا وشتت هاد العائله الله ياخذ فيه الحق هادشي اللي غنقول ليه اللي بقى فيا الحال غادي نجوج بهاديك اودي اودي الناس كيزيدوا قدام هو راجع الله يبقى فيا الحال الا بدل لي ما حسن اودي امي الله يهديك اما يبدلني عب مكرف كاع ما يبقى فيا الحال حتى تاعي قاش فيك الحال امي كيما قلتي هانيه دابا ان شاء الله نحس براسي انا يا ضعيفه وانا يا ما مناسباش اما بدلني مكرف حتى تاعي يزيد لوسخ يقلب على لوسخ هذاك الشيء اللي كاين دوي امي مع فاطمه الزهراء وقول ليها تنسى ما بقاش دير بالها بزاف خليها دابا مع الوقت تنسى دابا صافي ملي تزوج بيها راه غتنسى بالزمنة راه كان طامع مازال غتقول غادي يرجع خليها حتى انت هي دي الله يسامحك ديروا في راسكم الزهراء الله ياخذ فيه الحق دعينا الله ياخذ فيه الحق يعني ودر ما لقيت سامي انت مالا فين خارجه وباش عرفتيني خارجه واش توجد ديال الحق ديالك و وغدا هنايا غدا الحانوت ورجع الحانوت الحانوت ما تعطيش لا بغيتي شحال لا عليك انت لا ما بغيت والو غنمشي نقضي شي حاجه ورجع محتاجي شي حاجه لا ما محتاجه والو لا ما يمكنش تخليك تخرجي شوف صحابها تقول لك شي بنت با حميد ما عندها تاء لا صافي بلاش والله ما بغيتش ها مي يلا سير وسي جامي تحت شي حاجه ولا مره اخرى طلبت بلي في الطاكسي فهمتي اللي خصاتك من عيني الاثنين صافي الله يكبر بك يلا سير ما تعطليش لا ما تعطلش انا كنخاف عليك صافي يلا سير شكرا انا
فين وصلتي؟ نعاونك شي حاجه؟ قاعدك كنت تعاوني. ها هو الفريق راه حنا حليناه. الله ميلا ليا صوار نفس الموال. واش غنديرو بنيتي؟ صافي اللي عطى الله عطاه، راه سير كبر في ولاد عباد الله ومخلي ولادك. واش بغيتي نديرو؟ هكا غنتفقس انا راه كنحاول انسى. ويلي كيتعامل مع بنت مرتو بحال هي الكبده وهي الروح وهي العقل وحنايا ما مساومناش، ما قالش لي انت بشحال نتوما. دابا يشبع ويقنع. لا باين دابا تكمل ليه الفليسات ودير ليه غتزوج بها امي. اش من غدير لي الفليسات ويقول لها البال اش مهر اللي فيها ومهر اللي في بنتها وغتخليه غير كانت ناقصه عقل. وتكمل ليه الفليسات وتقول ليه سير بحالاتك على اللي خداتو القرعه تاخذ ام السوالف. لا اختي رابع على الاقل راه خايده بنتها، شوفي اش داير عليها. كنتي انا اللي بنته عمرها حل فيا ولا هضر معايا ولا قال لي بنتي واش خاصك شي حاجه. كتفكريني فيه هاد العرق كيبقى كيزنزن عليا فاطمه. انا راه كل نهار كنتفكر هاد الشيء. واش نسي عليا المصيبه تحلى؟ ما غنساش هذيك ربها انا ماشي بها هي. ما بغاكش اويلي وكون بحال انا نحيدك بحال ما داني سميتي نحيدها نقطع ديك الورقه اللي بيني وبينه والله بنتي تنقطعها. شوفي راه كيفاش ما يعيش ما يولدنيش ماشي يعيشني بحال هكا بحال انت تحيد مالي انا من دون عباد الله بالي. الله يرضي عليك بنيتي وما تبقيش تعصبيني كنبغيش كنبغيك نسيه. صافي نسيه وانسانا نسوه اش بغيناه. صافي بنتي الله يرضي عليك اويلي اللي باعك بيعيه. واش هو عايش حياته حنايا دايرين بحال بحال هكا هي الحال وصافي. ماما سير ما عندناش غادي نبقاو فيك الحال. حنا نبقاو ناكدين صباح وعشيه ناكدين صباح وعشيه هو عايش الحياه مع المراه ومع بنتها. وي استغفر الله العظيم. مالا لاباس؟ نعم. اش كدير؟ بقيتي مع الخرج. فين غادي؟ غادا للسوق نتغدى. ملي خارجه تقلبي على شي خضيره فعله تاركه. قلتي حميد وعارفني انا كيفاش كنجيب الخضره. عرفتي علاش؟ باغي نتشهيت في السوق بالخضره وبالتفايا. مرحبا. شوف لي شي زبيب يكون. وطلبتيها رخيصه ما يكون على خاطرك. ما تزربيش على خاطرك المهم جيب لي تقضيه زينه. صافي وانا غادي نمشي نجيب هذاك الشيء. السي عبد السلام اللي في الدوره هي الزنقه. اييه. تقول غتجيب عنده اللبن. اللبن تا هو اللبن باغي ولا شنو؟ بطبيعة الحال. وراك تسوق له اللبن. جوج جيتوات اللبن. واخا. فهمتي؟ اييه وشنو تعني باغ؟ صافي وشويه الديسير. صافي سيدي على راسي وعيني. صافي صافي كون هان. و شو منال فينا؟ منال؟ اه باقي لا واش والله ما شفتها ما عرفتها خرجات ما عرفتها ناعسه ما عرفتها ما بكل صراحه ما شفتهاش. الحب قلبك ها جوج نسيتي ديري شفتي بنتي وديا بنتي تهلا في بنتي وحامد غتبقى ديما دير لي الحب عارفني انا كنحتم شويه. صافي اسمحي لي عندك ما عنديش فلوس. ها؟ ما لا غنمشي نشوف سميتو ماريا ولا نخلي سي شي حاجه ما بقاش تخدم ما دايره بغات تمشي تخرج الدور ولا شي حاجه. ايوا سيدي لهنا خطاك علينا صافي ما اللي في انا وما اللي هي في بنتي الله يحفظك. اها الى بالك داك العدو كبير كبير منال كتبغي صافي. اه منال ناري منال عزيز عليها كتقول لها ماما فين ما تمشي تجيبي لي العلم. صافي كنقول لها واخ واخا المهم بلا ما نطول عليك انا غنمشي. صافي يلاه بالسلامه. عاب شويه عليك يلا. وي كوميدا ديالي صافا بخير الحمد لله الله يحفظك ليا. وهادي صافي لونطو غادي ما تشوفنا. وياه واش كتعاودي بعدا مالين الدار صحيحه كلشي بخير الحمد لله كلهم لاباس عليهم الله يطول عمرك. وانت عارفه انا توحشتك بزاف بزاف وما كتبغيش كاع تصيفطي ميساج. باينه كنت وحشتينا لالا كون ابير من ورا ابير ولكن ماشي مشكل انت غنشوفك وقت ما بغيتي غير قول لي وديك الساعه نديرو شي وقيته. صافي واخا غير نسالي واحد الشغل عندي ونصوني لك ماشي مشكل. صافي حبيبي يلا نخليك دابا يلا مع السلامه. سلام بون ويكاند يلا. يا الله الله با حميد. امل عاودي جيتي با حميد شوية ديال خصي شوية من هادشي أنا واحد منكم فهمتي حميد حرفيا على واخا ما بانش لي ماما فين مشات. ماما مشات تقدا. إيوا خليها روصيت على العنب العزيز عندك
عارفه عزيزه ليا العنب حاجه كاع اللي كتقولها انا ملي كنعرفها وحتى انا وليت كناكل العنب بزاف الله يكبر بيك وحاجه اخرى ملي كتخرج مع صحاباتك في العشية اولا ما تعطيش كنخاف عليك وثانيا كاين واحد الحاجه في المريض شي بركه ديرها باش حتى لا تجلسوا في كافي ولا شي حاجه بعدا لا لا بلاش لا لا ما كاينش شي نهار بغيت نخدم معاك نقول واحد الحاجه ما عمرني قلتها لك مرحبا قلت لي راه عندي بنا اتفقنا على جوج يعني بنتي انا كنت كنقول عندها اونفيرون ديك سات طون ولا ويت طون تبارك الله عروس الله يكبر بيك والحشومية ديال ماماك ضروري نكون كنحشم تبارك الله ما عندك ما يدير؟ لا 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 بغيت لا ما طايقتك لا خذ راحتك دار دارك دارك قول دار دار ما نقول دار دار انت وماما وانا تقدر كاع تولي ديالك ولا بغيتي غير اصلا ديال ماما ديال ماماك ديالك ديالي ديال ما كنا ما تعتبرش تقولي انا هادي ولا هادي فهمت خصو شي حاجه نسيت غادي نمشي للشمال نجيب شي شي وقت تعطي لي لاطي ديالك لا لا ناخذ بذوقي ايوا تاخذي بذوقك نجي من الشمال نخرج انا وياكم ديك تاخذي شي حاجه زوينه واخا انا درت الحليب في الكبوطه ونسيته واخا صافي بحال حسيت بانك كنلمح عليها المشطه ما كايناش فاطمه الزهره كاع مشاطي شعرك عمرتيهم بيه فين خويا انت قاهرني انا فيا باك انا فيا خوك انا كلشي وعار عليا تما لي انا بنت لك البنك الشعبي قلبتي وجهك ماشي قلبت وجهي والله ما هز معايا صافي حتى العشية ومشي ليك شي حاجه اخرى ما حوايج الصراحه انت مالك يلاه كتكوني بخير شويه انت كتقلبيها دراما اش كاين صراحه ما كرهتش كون كان با معانا هو اللي نقول ليه عطيني والله العظيم بقى فيا الحال انا ملي كنشوف شي واحد غادي هو ولادو في الزنقه ولا مجلسهم في شي ريسطا ولا مخرجهم يديهم يلعبوا ولا مدورهم مساريهم كنقول لهم مالي من دون عباد الله انا بون خليني وغادي كيربي في بنات الناس وفاطم الزهر هذوك والديهم بعقلهم ناس الله يعمرها صلاح باغيين يربيو ولادهم حنايا الله عطانا واحد الاب وفقد وما على بالوش بينا كاينين ولا ما كاينينش واكلين ولا ما شاربين ما مسوقش لينا فاطمه الزهر الله يرحم لك الوالدين نسير الموضه ما بقيتش تجبدي معايا ماشي مشكل كلشي زوين يا الله صافي عندك مساري في عشيه صافي هضره وحدي الهبيله وربا حتى انا هو باك شكون كيعطيك الله يا سلام القطريان سخفاني هاد تقول هذا وهاد القطريان هادي يا صدر ما بقيت حتى شي واحد يهز معايا شو هادشي اللي كندير فيه غلط ولا لا شوفي ما كي بيناتنا ما كاين لا غلط لا والو وانا ما غنتخلاش عليك صافي راه بحال خنت ماما لا 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 بالعكس بالعكس ماشي خيانه لا بالعكس لا كيجبد لك حنتي دابا باقا صغيره بالك بحال لا بالعكس بدا ما شي حاجه اللي وبصح ما عمرك ما غتخلي عليا واحد هذا قال ماما جيت يلا شيل من تقدمو دين دين يا ربي السلامة يا ربي يا ربي يلا قولي لي ها هو السيد باغي يجي لدارنا مع من غيجلس مع من غيهضر سولني بوقت لي باقي حي اش غنقول ليه يلا مع من غيدوي خالد انت عارفاه مسكين ما كيعرف ما يتلي ما يقدم غادي يتعلم كتضخمي الامور كتعطيها اكثر من حقها اكثر من حجمها ها فاطمه الزهراء ماشي انت الاول ولا الثاني اللي ما عندكش باك انا ما كتهمنيش اللونه ولا الاخر كيهمني راسي واش انا اللي باش طيح بيا قدام السيد مني يجمع عندي شي شياح براسه واش غيطيح بك انتي كولي على لا مولاتي حنايا وخوك حنا في جنبك وحنا في كتافك ولا خاص با اللي يكون معايا
ايوا خصك تير العذب. هذا الراجل اللي غادي يجي خاصو يشوف با، راه كيقول لك ضرب الكلب وراعي المولاه، ملي غيجي ما غيلقاش عندي با، طبيعة الحال يدير فيا اللي بغى، عارف باك ما عندكش. واش تاتي باك سناح حتى ملي كان هنا راه سناح، ديريه في كتافك وديريه تهزي فوق راسك، سيري الله يعاونك. المهم يدير لك الهيبة كيما بغا يكون. الله يدير لك ساعة سيري عاهي توديه تمشي يمشي الله يعاوننا وعاون يديها معاه. اختي انت نسيتي انا ما ناسياش، انا ربا كنحتاجو في اي دقيقة في اي لحظة كنحتاجو. قلبك على شوية. راه بصح انت ما انت ما حاساش حتى كتفكيتي منه، انا هز سميت وراه غنبقى حيت كل وانا بنت وبا. داك النهار انا والله كون كان منك انايا تنحيدك الورقه اللي بيني وبينو بحال هذا انايا تنحيدها. وفهمي وبغيتك تفهمي انا بحاجه با، انا بغيت با يكون معايا في حياتي. انا اش بغيتي ندير لك فاطم الزهراء؟ اش بغيتي نمشي نجيبو لك نمشي نحزره ونطلبوه ونزاوبو فيه تعالى اش يكون بانا؟ ما بغاناش باعنا الله يعاوننا ويعاونو. انت ديما انت اللي كتعرفي تقولي ما عندكش حاجه اخرى من غير هذا الشيء. يو انت اش بغيتي ندير لك فاطمه الزهراء؟ قول لي اش بغيتي ندير لك؟ اويلي نمشي نربط هذا الراجل نشدو صحه معايا ما باغيناش. وي رشيد الله يكبر بك الحمد لله صافا اودي ما لاباس والو اخر ان شاء الله غير هي بغيتك توقف معايا لكان ممكن الله يستر لك الام. هي الباسبور ديالي وفاليه وبغيت نصوبو في اقرب وقت حيت باغي نسافر. اي شوفي هذاك السيد اللي معاك شحال غادي يطلع عليا؟ بغيت نشوف هاد اليومين هادي ما ضربش حساب الفلوس اسيدي بقى 100 حتى انت يا وعلى تا رخيص عندنا السي رشيد. شوف الا قديتي معايا هاد الغرض هذا ما عمرني نسالك هاد الخير حيت باغي نسافر في اقرب وقت. الله يكبر بك يلا باش ما كان صيفط ليها ميساج في واتساب. مع السلامه نهارك مبروك. الله يا رب الله الحمد لله والشكر لله. الله سبحانه وتعالى عوضني بواحد الراجل وهذا كيحن ليا في بنتي داكشي اللي كنت خايفه منه زمان، ولكن ربي كبير. شحال من عام وانا صابره على بنتي حتى كبرتها وقريتها، ولكن في الاخر جزاني الله سبحانه وتعالى عطاني واحد الراجل بعد اللي كيخاف ليا على بنتي وكيتهلا فيها. هذاك الشيء اللي بغيت، بغيتو غير يتهلا ليا في بنتي. الحمد لله والشكر لله انا فرحانه وما قاداني فرحه. سي حميد ها القهيوه اللي كتبغي. كيفاش بينك وبين ماما؟ ايوا انا كنفهمك كتعرف اش كنشرب بيها تا نقولي ليها ونعاودها ونعاودها. ايوا راه ماما شرفت وهرفت. انا اللي نعرف لك وانا اللي نعرف شنو تبغي. انا كنبغي يكون ديك مستحيل باش نبقى نوعي. واش هاد اللوك غادي تبدلو؟ نعم غادي نديك ونرجعك ولد 32 عام. ودابا كنشعر عندي 30 ملي تعرفت بك. ايوا احمد الله وشكرا بلي رجعتك شباب. ايوا نفضل لك انت. اه وبغيت نطلبك واحد الطلب مستجاب. بغيت واحد 1500 درهم ندور بالحاله راك عارف. صافي صافي هي اللي بغيتي تساع. كان بغيتي عندي شرط. مرحبا انت امر وانا نغامر. ما غنتغداوش حنا اليوم. وكي غنديرو مع ماما؟ ولا 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 انتي غتبدا تمشي عند صاحبك ولا بدا تعكس لك. انا غير نعطيك الاذن كلها نخليها الدريه تبازنطا هنا طاطا نحس بك ونوريك البلاصه فين نتلاقاو. ماكدو فهمتي تسناني تما وغنجيو عاد ديك الساعه نطلقو الكيشي ونعطيك الأمرة ديالك 2000 درهم صافي. لا لا خطاك عليا. فين ساكنة؟ صراحة ساكنة هنا. الحب اللي ما لقيتو لا في با لا في شي واحد في حياتي لقيتو فيك انت. جمعتهم جبتيهم ميسا. جمعتيهم وجمعتي القلب معاهم. والقلب صافي خديته ما بقاش نعطيك. ياك ايوا بالصحة وراحة تستاهل. اللهم فيك انت ولا في شي واحد. بقيت تقول لي هاد الجملة ما كنبغيش هاد شي واحد اخر. ما يسحبش ليا كتغير عليا. لما غلطت عليا لما غير على ماما. صافي صافي دابا تسمعنا. ما دابا تسمع الله يطول ليك في عمرك ويخليك ليا. كذا لك والله ما كرهتش انا تكون الموت ديالي قبل من ملكتي. الله ياخذ من عمري ويعطيك. يلا خليني نوض. يلا سير جابها لي الله يا ماما والله العظيم الصبر تاعيتو وجاب لي الله هاد الكنيسة. الوليده والله تتسخسخ تعرف شي السوق كي داير. الشمس عليك اوليدي. واش غندير امي؟ يلاه نتقدى لك داكشي. الله يرضي عليك اوليدي. مشي لي داك النهار ما درت لك والو.
عطيتك باش تقضي. ايوا ضروري يا مهضره ايوا انا ديالك اوليدي امين. هذه هي الدنيا، هذا هو رباحي من هذه الدنيا صح. مشباكم بارك عليا ربحتكم عاد نتوما بجوج، هذاك الشيء اللي كاين. هذا هو فضل الله سبحانه وتعالى، ملي كتربح الوليدات يكونوا صالحين ويكونوا مرضيين ومربيين ومتخلقين، ما يهزوا فيا العين، مرضيين معايا. اش بغيت من هذه الدنيا؟ بيني وبينك امي، راه الوالدين ملي كيبداو يكبروا حنايا راه كنعرفوا بان ما بقاش لينا معاهم بزاف، وهذه هي الوقت اللي نفرحوهم ونزيدو نفرحوهم فرحه على فرحه. الله يفرحكم تنتوما. امين يا رب العالمين. ايوا الله يصايب وليدي، الله يصايب، الله يصايب. خاصني والو الوليد صافي، خاصني والو، خاصني نشوفكم عا فرحانين ونشوفكم في المراتب العليا. هذيك هي الدنيا وما فيها، ان شاء الله والو من هذه الدنيا، انا والو ما نكذبش عليك. ايوا ربي كبير الحمد لله، ربي الوالدين نعمرو الخيبه. داكشي اللي كاين اوليدي الحمد لله، الحمد لله حنايا ما كنديرش شي حاجه خايبه. راه حتى حنا انا كنت مرضيه مع والديا وليدي، راه خرجوا لي وليداتي مرضيين معايا الحمد لله، الله يجعل البركه وبصحه الوالدين، راه هو لقاها اخلي. اي والله يصايب وليدي يا رب العالمين. الشمس ندخل لك واحد الدوش دوش بين ما وليدي طاب الغدا، وتجي اختك ونتغداو مجموعين. يلاه سير وليدي سير، الله يصلحك وليدي ويصلح خصك، الله يعطيكم ما نويت خاطركم. لا جا ماما نخرج. انت مالك؟ مالك؟ ما عرفتش من كتبوعي، ما عرفتش صاحبتي نهار كنتي تخلطي ماما، ما خليتي سويه لا ما خليتي دلع ما خليتي العنب نهار كنتي تاكلي فيه. دوخه دوخه دوخه، زيدي زيدي ياك ما نديك على الطبيب. ها زيدي نديك على الطبيب. ماما كنحس براسي ماشي هي هادي. يلا زيدي زيدي اخليني. كيفاش نخليك؟ زيدي زيدي نديك على الطبيب زيدي زيدي. ماما راه فيا الدوخه كنحس براسي غنطيح في الزنقه. صافي سكتي سكتي زيدي زيدي كدا ارتاحي وغنديك على الطبيب زيدي. الله دخلي دخلي زيدي انا بغيت نقاد كاس ديال الماء. فهم صار انا خصنا نديرو لاكت عاد باش ديك الساعه يمكن ندفع لك الوراق للقنصليه وان شاء الله باش نمشيو انا وياك دقه واحده. وانا عارفه هذا الشيء ولكن شنو غادي ندير؟ انا صراحه ما كرهتش ندير لك بابا كاين، ولكن انت عارف المشاكل اللي كاينه. غنشوف نهضر مع خالد خويا ان شاء الله هو يكون ولي امر. شوف انا غنتسناك لالا حتى تقضي امورك، وانا ما حددت لك انا هو المعقول وباغي الحلال، خاصني نصبر عليك. واهم حاجه هي نقد ورقاتنا ونمشيو نعيشوا في اوروبا ان شاء الله يكون خير. وغنهنيك لالا من هاد المشاكل ديال المغرب كامله. عاودي غتبقى تابعني تابعني واخا نقلع. على الاقل بعدا كومون ان شاء الله تعيشي تما مرتاحه معايا ان شاء الله. مكره ما درتيش لهنا فاطمه زهره انا راه معاك. يلا يلا نمشي، عييت ولا لا بقاش فيا الجهد. يلا ماشي مشكل. شوفتي شوها اش غنقول الجيران الا شافوا كرشها الفما، واش غنقول العائله منين جابت هذاك الدري؟ وعييت ما نقول ليها، وعييت ما نقول لها انت شكون اللي دار لك هذه المصيبه، انت شكون اللي دار لك هذه المصيبه؟ والله ما بغات تقول لي عسى عتبكي وساكته. انا لمحت لك ما والو، ما لمحت لي ما والو. شوفي عندي الحل انا. اشنو هو الحل؟ صافي الحل شنو؟ خلي ودينات وغنسمعك. اشنو؟ الله امر بالستر، غنستروها وداك الجنين اللي في كوشان نربيو حنا بلا فضيحه بلا ما تبيني حتى حد ما تغوتي عليها ما. عجبك هذا الحل ولا لا؟ اش غنقول لك؟ حميد. شتي ولو كون كان باها حي والله سيقتلها، ولكن صبتي انت ولد الناس اللي غتسترني وتستر بنتي، فين غنديرك حميد؟ فين غنخبيك على الموت؟ لا صافي صافي دابا اش قلنا اتفقنا على الاقتراح هذا؟ والله ما قادر نصبر على هاد المصيبه اللي دارت لي بنتي. ايوا حنا راه كنعاودو فيها نبقاو صافي نسيب انا موقع والو. اش غنديرو؟ صافي خليه يتزاد ان شاء الله ونتكلفوا به حنايا وكانه الابن ديالنا. ايوا والجيران والناس اش غنقولوا لهم؟ وملي تولي كرشها الفما اش غندير؟ هذاك الدور ديالك. اش غندير؟ نبقى مساده عليها ومخبيها ولا اش غندير؟ لا قول لي مراه. اش غنقول لهم؟ غنوريك. ها؟ غنوريك هذا حل واحد. نقول. تلقي ديك الشاطئه الحمد لله بنتي تجوز داها للشمال راجلها. ايه؟ ايه وملي داك الشيء ملي تولد ان شاء الله نجيبوه هنايا ولا عليك. حميد هاويا ما تدخلش فهمتيني لا نصف حميد اش نقول لك بكل صراحه ما خليتي لي ما نقول حميد فهمتي ما تبقاش تخرج نهائيا معتبره في الشمال حتى صوتها ما يتسمعش صافي صافي.
صافي يا رب سيري خلينا عند واحد الغرض يا رب لا بكى حميد كيما بغيت الحزن في الدار صافي 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 انا مشيت مصيبه مصيبه جدك منال جدك غدرتي امك منال بكى كيسمع من الصالون ماما غتقتلني ماما غتقتلني علاش غتقتلك على الفضيحه اللي درتي انا وياك اش الفضيحه كيفاش كيما الفضيحه تيعمل الشيطان بجيت ماما باش تنكرني لا ماشي كيسمع ما بزربيش انا الله يهديك بجيت ماما كلشي تصاوب صافي واش نقول لها انا اللي قلت لها ما عاد ما تقول لها وانا اش غنقول لها كيفاش غتقول لها الحاجه اللي غتقولي انا خطا اسمع لي انا خطاتي ماشي واحد هي كنت جبديني انا لو بغيت نبقاو مستمرين صنتي لي مزيان حلي وديناتك انا راه فهمتها بان غادي نستروك وغتبقاي معانا بانك غلطتي مع شي واحد وراه شكراتني وزعما وبقات تمدح فيا ولهذا اعتبري راسك دابا موقع والو هذيك لما تخاصم عليك ما تضربك ما حتى حاجه المهم انت اي سؤال قول لها راه شنو اللي كيما هرب هذا اللي غلطتي معاه حرق ومشى دخلتي بحال هاد السوسه من الدار ما فهمتش انا كيفاش درت معاك هاد الغلط هاتكوي وتبخ من هنا ومن هنا ما بقاش انا انت ساكن في قلبي انت عويناتي انت هادي تا واش انا عندي سكن اقتصادي انا سميتي الضحى تسكن في قلبي دابا شنو بغيتي تقول انا ويلي 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 ماما كبرت لها وانت باقا تويلي تولي شوفي تصنتي عليا خرج عليا خرج عليا راه كان اللي فيه يكفيني اويلي وتسق لي ماما الخبار اويلي اش غنقول لها حملت من راجلك اويلي الملحه دودت حول ربي مابقاش كيعطي لها الشتا اويلي 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 فاطمه الزهراء اش مخشي ديري هنايا كنعيط على بابا ما كيجاوبنيش الله يا ربي الله مامتي كي باقا ماغاش تنسى لي هاد البو هذا عدا وا تيشوفيني انا وا تيشوفيني انا كيما دعيتو لا في محاكم لا حتى حاجه بغيت ربي ياخذ فيه الحق انا ما نسمحش ليه كيما ضيعني الله ياخذ فيه الحق غتبدا يعاوتاني شوفي هذاك با 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 ومحتاجه انا يكون معايا في هذاك النهار اللي غيجي السيد يهضر فيه من غيره ما غيبغيش انا بعدا داعيه الله حتى لعند الله وناخذ فيه الحق ان شاء الله الثاني ونمتني وبغيت نشوفه فيه نشوفه بعدا هنا قبل ما نمشي عند الله حميد اش نقول لك والله ما عمري ما ننسى الوقفه ديالك اللي وقفتي معايا ومع بنتي عاودوا الديسك راه ما نقدرش هادشي هادشي راجلي بحال الخيال والله خيال في الهندي تاع الشيطان قلت لك انا نعتبره كانه هو اللي لا لا كاع يا شويه والله الا فرحتيني وحق الله بكل صراحه والله ما عرفتش شنو واخا نبقى نذكر لك ونشكر لك زعما نشكرك راه ما غاديش نجازيك داكشي اللي كدير معايا ومع بنتي نهار الاول كان ما تخلاش عليك قلتي لي كنت نساي كان موقع والو والله تصدقتي ولد الناس زوين تبارك الله تبارك الله ما شاء الله والله هذا الخلق القلب تاهل والله انا كثر كاع انا ها بابا والله الا تبارك الله شوف شحال زوين تبارك الله صافي انت ساكت دابا ولا شي سوا يكون ما عرفتش والله ما عرفتش مش خايف نديرو سبوع زعما هي شحال ماشي مشكل لا حيتاش عندك شي مشكل باش والله ما عرفت بقا كانت انا خلع لا ما كان خلع لا والو ما كيعض شي سبوع فات انا ربي يخليك حميد والله شفتك شي طالب جديد جديده ناري حميد صافي زعما هادشي بزاف والله حتى بزاف زيدي عاوتاني شنو زيد يلا نوضي دي الناس نوطي سير نعاس فهمت الزهرة نعم حسني ديقة شكون اللي قرب ليها انا وحدة فيهم كيفاش انا وحدة فيهم تما انا عندي 100 عندي غير حسني ديقة وحدة اللي كنجمع فيها الوراق خليني مع ديك ديال الشقوفة الوراق فهمت الزهرة واش شحال بيني انايا داك البقره انايا كتحل بي فيا خويا راه خاصني نمشي لعيبات وانت كنتي معطل وانا قلت غنبقى نتسنى في خالد حتى يجي غندي باني من الصندوقه تنقولها لك صافي راه اختك انا اللي حمار اللي دار صندوقه موريال الناس ما كيديروا شي حاجه ما كيوراوش كيخبيوها خالد انت عارفي دابا بقى لي والو ان شاء الله وغنمشي وعاد شوف ديك الساعه الحوايج راه وجدوا وخاصني نمشي نجيبهم ومولاتهم كتعيط وانت يا ما تعطلتي عليا وانا نقول راه ندي باني من الصناديقه
فريم بصح دابا لي دوك الفلوس دابا انت ما غتمشي انت غتخلي فيها الراس كيبان لي وفاطمه بزار كيسي سير خالد انا راه غادا لبرا زعما غادا للغرفه ما غتبقاش تشوف كماتي ما غتبقى مع من تناكر مع من اللي يقول راهي غتهنى مني في حاجه وحده من ديك المره وزيدوا عاد زيدها مشكل ما تخوي بغيتي تصفي كنحشم ها وراه خاصني نمشي عنده بحوايجي وبدهازي وبذهبي باش ماشي يقول لك اش عندي باليزه خاوي ما فاتش شي حاجه لا كان باغيك غيديك باليزتك لا خويا تقدر يديك بلا حوايج الا كان باغي صواب اخويا لا ما تقولش لي هاد الهضره وصافي خالد صافي سيري بصحه الله لا خويا تنحشمك وحق الله ما نبقاش مع من نبقى ومع من تناقر ملي بغيت تناقر شدي طياره وجي عندي تناقر انا وياك كاش مشكل واخويا انا باقي كاع ما كملت نقير مالك ثاني ها تخمم ايوا انا اللي نخمم وانا اللي عارفه كيتي شوفي نقول لك هايدي يدك على خدك وكوني مره ولا لا ونوضي تقراي كملي قرايتك ونسي الموضوع حنا غير بشر وكلنا كنخطئوا وخير الخطائين التوابين فهمتي غتنوضي وتمشي تكملي الدراسه ديالك ولا تشوفي شي حاجه ديريها في حياتك اما غتبقاي دايره يدك على خدك وتخمي على الخطا اللي درتي صافي لا لا حنا مسامحينك والله سبحانه وتعالى قادر يسامح العباد ديالو الدريري راه حنا غنربيوه الا بالله لقيت هاد ولي الناس اللي يتقبل هاد المشكله هادي بواحد الصدر رحب وقال لي راه نعتبرو بحال ولدي صافي لا لا نسي عليا الموضوع وحنا غنربيوه تبارك الله ويبقى نريوه ويكبر ان شاء الله ويعيش في عزك اسمحي لي ابنتي رانا الام ديالك الا ما سمحتش لك انا وهزيت لك هبالك شكون اللي غادي يسمح لك ويهز لك هبالك راك انت الوحيده اللي عندي وشفتيني شحال ضربت تماره وشحال ضربت ديال الكرفي على قبلك حتى كبرتك وما بغيتش ندخل عليك شي ولد الناس اللي تكرفس عليك حتى كبرتي ودرتي زعما عقلك وعاد قلتها لك ياك ولا لا المهم غا سمحي لي وصافي انا اللي عارفه ما كنتيش عارفه بنتي صافي ماشي مشكله لا لا قبل هذا المشكل انا سامحه لك دنيا واخره صافي ارتاح شوفي معاك ماما طريبيا وصافي بركه من البكا انا غنوض نشوف راه ناعسه من قبيله وكلته وشربته وحيت لي الخريقات ديالو ونعستو كوني هانيه صافي بركه ما تبقاي تبكي شوف حالتك كي ولات انا اللي نبكي وانا اللي نشكي انا اللي ضبلت معاك كون عرفتي الفعل اللي درت كون نحرتيني من هنا حتى لهنا من الودن حتى الودن من ولات البنت تغدر ماش بقى ما يتقال الله يسر واخا ضلي تمسحي في هاد الغبره يوميا نمسحها في الاخر تلقى كلشي مغبر بحال ما ساكنينش كيفاش حامد كاتب للدري باقي الله يتزاد وباقي صغيور وكتب ليه الممتلكات ديالو حامد عنده ولادو علاش ما كتبش لولادو كتب للدري كيفاش هادشي والشبه اللي كيشبه لي سبحان الله لا هادشي هادشي ما دخلش ليا لدماغي نعم ماما نعم 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 شوفي نقول لك اليوم رانا طالع لي الدم بالبيع ماني نسولك جاوبيني بلا ما تزيدي تعصبيني واخا سولي ماك فايقه هزه شوكتك للسما شوفي نقول لك غتوريني شكون بوات هذاك البرهوش البرهوش ياك يا ماكتي تشكري فيه جبتي بوه بغيتو بغيت نعرفو ضروري نعرف بوه احنا غنربيوه ايه احنا غنكبروه ايه
ولكن خصنا نعرف بواه شكون هو. راه ماما واخا نقول لك بواه ما عنده فاش يفيدك، راه مشى للطاليان حارق يعني. واخا نقول لك وقول لي على سميتو غنعرفو تصويرتو. انت ما وريتيني لا سميتو لا كنيتو لا تصويرتو لا حتى شي حاجه. هذاك الدري مسكين غيعيش مجهول. ماما صافي انا بغيت ننسى هادشي راه داز عام هذا، واش حنا دائما غتبقى تجبد ليا السيناريو وصافي ديري بواه ميت. ما يمكنش نديرو ميت، الا ما عرفتوش ما غاديش نديرو ميت. انا نقول لك عبقي تهربي ليا، غادي نعرفو غادي نعرفو. يلا نوضي تهزي من قدامي، نوضي تهزي. هاي هاي غدا زيان تبارك الله. هادشي دخلني فيه الشك، هادشي مني ما باغاش تقول. وقلنا لها احنا مسامحينك غير قولي ما باغاش تقول. واخا ما غنعرف راسي كيفاش غندير. الجنيه طلع لك الجوكيرا بنيتي، سهل عليها الله. وهذه هي الدنيا الحمد لله، تماتي ما مشاتش هكاك هباء. بنتي الحمد لله سهل عليها الله، هي غادا تمشي لبرا وانت تخدمي لقيتيها زوينه في المستوى. ايوا واش بغينا من هادشي كاع كامل؟ عرفتي علاش؟ حيت ما دينا سخط حد. الحمد لله ما ادينا بانا، عطينا هادشي ساعه وخلينا بداك الشيء ديالو وربي يسر لينا. وانت انت شوف الحال والحمد لله كي ولات الله يربي في ولاد ماشي جا شرعيين. الله يسر. اللهم لا شماته لا لا ماما ما تشمتيش، خليه حتى الغدا قدام الله وكل واحد ياخذ حقه والله ياخذ فيه الحق. داكشي اللي كاين الا كان سالو شي حاجه غناخذوها منه، هو حتى هو اللي كيتسال فينا شي حاجه غياخذها منه. عاود انا شي من عندي الله يسامح وحق الله قال ما كان حقد كاع. ايوا اش غندير اوليدي، شوف ربي كبير. داكشي اللي كاين دابا بلا ما نبسطوا راسنا بهذا الشيء. فاطمه الزهره راه وجدتش وقيتش كنقلا صراحه ما ساغيش بكم، كتفكرني معاك كنكون ناسي داك النهار وكتفكرني فيه. صافي ما راه واجدي يمكن الدار البنات راه خالي راه هي يعني شي كون كنتي عقريبه هنايا هنا بعيده وغنبقى نشوفك على التليفون. واش غنخلي نتحتش مع امو شويه؟ لا تبقى جالس لينا هنا. لا انت جالينا ليا. نوض 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 خليني نشبع من بنيتي. المهم انت غنتمحشم الله يسيد ربي الله يخليك ليا يا ربي. صراحه ربي الحمد لله عوضنا بك خير. الحمد لله بنيتي الحمد لله على كل حال. الحمد لله ملي لقيت بعدا البروسه ديال حميد. ايوا هذه هي اللي غتنفعني، نمشي للدري ونحيد ليه تا هو الصغط ونمشي ندير لاديان ونتاكد من هاد الشيء من هاد الوسواس اللي في دماغي. يا ربي تلطف بينا يا ربي. واقيلا الدين ولادي غير ميتهم وانا كناخذ الجزاء ديالي. ويا ربي تغفر لي يا ربي ما شعرتش. عاونتهم الحمد لله بعدا كاع الممتلكات ديالي كتبتهم ليه، واخا انني خطأت. اما الاخرين راه كبروا. يا ربي يا ربي كنترجاك يا ربي لما يسمح لي. يا ربي الله يطف بينا يا ربي، غلط كبير هذا الشيطان راه الله. المهم ماشي مشكل، الاربعاء قريبه ياك لابوراتوار قالوا لي تنهار الاربعاء وانا غنتسنى تنهار الاربعاء ان شاء الله وديك الساعه يكون خير. ميما وليدي بارك بوحدك ونفس المكان سبحان الله. كون خدمتي سيكيريتي فشي بلاصه كون دبرتي على راسك وخدمتيني معاك حتى انا جيتي ربحت انت وهاد اللعبه. الله يا امي واش غنديروا؟ اللهم هي تبقى النميمه في عباد الله كاع نعرف تجمع مع الجيران والتدود وهذا تاكل في الحال عباد الله. اللهم نلعبوا اصلا حاجه فيك امي. وفين تغديتي؟ خديتي غداك؟ تغديت خلينا من الغدا وخلينا من كلش. بغيت ندوي معاك واحد موضوع على كان فيه باك ما تجبدوش عليا. يا ودي اش بيننا وبين با؟ با راه خليناه با يسهل عليه. صافي انا السلام عليكم. دابا نقول لك على راسي انا اودي ناتي انا وليدي وليده. انا راه شرفت وهرمت وراني نيت ان شاء الله نمشي نتزوج. دخلنا عليك والله والله العظيم كنت معقول وكتفلى عليا حيت عارفك حتى ملي كتجبد عليك الزواج تقول لي اتي سيري الوالده طفرتي حتى انا نقول لك علاش. حيت فاطمه الزهراء كانت غتبقى تيتينيني هنايا وتضرب ضربه ليا مع المدام. دابا هي غتمشي بحالاتها خايف اخويا على المدام. ايوا تنوي خاصك تمشي بنت الناس وجهود الخير الوالده خاصك تلبسي ليا جلابتك. ولي غلب الجلابه وي
زغرت لولدي ونشطح البجل. انا غندير العلام، غندير دوك التقاليد داك ديال بكري، ندير ولدي العلام وندير ولدي الدفوع وندير ولدي ما عرف شنو. والله يخليك ليا، ربي عليك وليدي. الحمد لله. لا ما يمكنش، ما يمكنش حميد غدرني وما يمكنش بنتي تغدرني. هادشي راه ما بغاش يدخل ليا للدماغ، هادشي غادي يسطيني. عباد الله غادي نتسطى.